مساء الخير، انا دكتوره ايه نصر، اخصائيه التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام بدون جراحه في لايف كلينكس. هنتكلم النهارده عن مشكله بيعاني منها كتير من السيدات والرجال، وهي مشكله جناب البطن او اللاف هاندلز. المشكله دي بتبدا تظهر عندهم لما بيلبسوا بنطلون او فستان او حتى في لبس البيت. المشكله دي مش لازم تظهر عند الناس الاوفر ويت بس، لا، دي ممكن تظهر عند ناس جسمهم مظبوط ومحافظين على اكلهم جدا، بس الديفو ده بيبدا يظهر نتيجه توزيع دهون خاطئ. في لايف كلينكس بنحل المشكله دي عن طريق جهاز الكافيتيشن اللي بيعمل على تجويف وتفتيت الخليه الدهنيه وبيتخلص منها تماما من خلال عدد من الجلسات بينزل فيه عدد من السنتيمترات. طبعا بيختلف من حاله لحاله وحسب كل شخص وحسب حجم المنطقه. بنحدد عدد الجلسات دي من خلال الكشف المبدئي اللي بيحصل، وبكده نقدر نتخلص من مشكلة جناب البطن من خلال جهاز الكافيتيشن بطريقة سهلة وسريعة. ودلوقتي معانا حالة جناب بطن، هنشتغل عليها جلسة الكافيتيشن. هنوريكم ازاي التكنيك بتاع الجلسة. هو تكنيك سهل وبسيط جدا، بحركة دائرية بنبدأ نشتغل على المنطقة اللي محتاجة النزول فيها. تكنيك الجهاز بيحصل انه بيعمل تجويف للخلية الدهنية وبيبدأ يفضيها من السائل الدهني اللي جواها. تبدأ السائل الدهني ده يتحرق عن طريق الرياضة اللي بنعملها بعد الجلسة لمدة 3 ساعة. الجهاز مش مؤلم تماما وبسيط جدا. بعد كل جلسة المريض بيحس بالفرق، بينزل عدد من السنتيمترات. وشكرا.